احنا مانيش نحاسبه في الاتحاد، ولكن ايمانا بالدور المحوري للاتحاد في مقاومه ربما هذا المنحى الخطير اللي اتخذه الرئيس قيس سعيد، هكا علاش نجبدوا الاتحاد؟ مانيش نجبدوه في موقع ولا مانيش حاطينه في موقع الاتهام، بقدر ما انا نحب الاتحاد يقوم بالدور نتاعه الحقيقي اليوم في مجابهته، وان يكون هو القاتل ربما لمحاربه هذا الاستبداد الظاهر اليوم في البلاد. كيف تشوف انت سيادتك غياب الاتحاد عن المشهد السياسي اليوم؟ والله احنا قلنا من قبل في حصة سابقة انه فما شبه خيبة امل من مش من الاتحاد برك، ولكن من كثير من منظمات المجتمع المدني ومن كثير من الاحزاب التي كانت معناها احزاب تنبض بمعارضتها للاحزاب الحاكمة، وكانت ناشطة بصفة معناها كبيرة، والاتحاد كان خطابه قبل 25 جويلية كان خطاب معروف في كل فرصه الا ويظهر الاتحاد ويدافع على معناها استمراريه الدوله، ويدافع على ويهدد، ومعناها كان خطابه يتسم بالقوه ويتسم بانه فوق الجميع، وانه معناها هو اللي حامي معناها المسار الديمقراطي. ما رعنا الا معناها نهار بعد 25 معناها بعد ربما هكا ردة فعل آنية هكا سكت الاتحاد، إلا من بعض أصوات معناها كما صوت الشفي وكذا التي تساند معناها الانقلاب وتساند معناها الانحراف، الاتحاد معناها سكت نهائيا. وكأنه وعليش سكت؟ أنه احنا استغربنا لأنه نهار بعد يوم 26 جويلية رجع الفوسفات، يوم 26 جويلية رجعت بعض معناها القطاعات في إنتاجها. هذه القطاعات اللي كانت معناها كان الاتحاد معناها يساند تحركات البطالة، يقول أنا مساند معناها ونفهم معناها تحركاتهم ونفهم معناها احتياجاتهم ونفهم طلباتهم. كان يقول هكا، وكان يقول عندما تسكرت الفانا يقول أنا نفهم أنه البطالة هذوما اللي سكروا الفانا نتفهم كذا، والاتحاد يوقف معاهم ويوقف في صفهم. معناها في نهار يوم 26 رجع الفوسفات يخدم، الا من بعض المواقع في الفوسفات اللي كانت عندها مشاكل تقنيه وكذا معناها نتاع تجديد نتاع انفراستركتور. احنا متفقين في التشخيص سي نور الدين، لكن شنو هي في قراءتك انت الاسباب اللي تخلي الاتحاد ياخذ هذا الموقف او لا موقف؟ خلينا نقول علاش الاتحاد ما هوش صوته مسموع اليوم، رغم انه كيل له من التهم ومن الاهانات حتى من طرف رئيس الدوله اللي حاشب خريطه التاريخ يمشي يلوج عليه في كتب الجغرافيا، وهو المعني به هو الاتحاد في الاخير. هو الاتحاد وقع شتمه، وكانه معناها وقع معناها رئيس الجمهوريه معناها عندما قال انه خريطه تاريخك موجوده في الجغرافيا وكذا، هو كما قلت سي عامر هو قاعد يتسدرس للاتحاد معناها، وهذه اهانه لي معناها، اهانه العمل اللي قام به الاتحاد وحضره، قال اني محضره حط خريطه طريق وباش نقدمها في الوقت المناسب وننتظر في كذا. انا نمشي اكثر من ذلك، انا نقول انه يجب التاريخ سيثبت ان الاتحاد في باله الاجراب كل من قبل معناها قبل ان يقوم رئيس الجمهوريه بالحركه اللي قام بها الانقلابيه، الاتحاد في باله بالموضوع. لا يمكن لرئيس الجمهوريه القيس سعيد الاستاذ قيس سعيد ان يفعل ما فعله ويقوم ما قام به دون استشاره معناها طرف هام جدا مثل الاتحاد. هذا ما تعداش على انسان بسيط معناها في فهمه للسياسه. ثاني حاجه اللي قلت لي علاش الاتحاد الاتحاد قاعد الظاهر انه يحسب في حسابات سياسيه، معناها فما تيار الان، تيار نتاع قيس سعيد، تيار معناها مندفع يعتمد على شعبيه انتخابيه معناها وصل 70%، الشعبيه هذه نقولوا بين قوسين راهو الاستاذ قيس سعيد وغيره، راهو الشعبيه الانتخابيه والرصيد الانتخابي راهو يمكن ان يندثر من 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 فينة الى اخرى، من لحظه الى اخرى، وهذه صارت في البلدان كذا. فبالتالي لا، الأساسة الفاطنين لا يعتمدون على هذا الرصيد الانتخابي بصفه كليه معناها. فبالتالي الاتحاد يقول لك ما نمشيش اكونتر كورون، معناها فما حسابات، ما نمشيش الان وشعبيه رئيس الجمهوريه بهذا الوزن وبهذه القيمه،
70% أنا معناها لو نمشي ضده ربما نمشي ضد التيار الآن التيار الآن. فهذا هذه حسابات معناها تخلي الاتحاد في ريسك، نقولوا احنا في مخاطر، يحط روحه في مخاطر في شعبيته، مخاطر في مصداقيته، لانه هذه باش تمر. واحنا قلنا قبل انه قيس سعيد او وجود قيس سعيد في السلطه ومعناها معناها انتصاره في الانتخابات هذيك سيت ان اكسيدون، معناها تاريخي، وهذه الظواهر هذه صارت البرة، ولكن حاله ما انتفات وانتهت. فالاتحاد معناها كنا ننتظر انه يبني على مصداقيته التاريخية، يبني على تاريخه، يبني تاريخه في معناها في احتضان معناها كل احتضان معناها التيارات التي تؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالحرية، وكان هذا في كانت هذا تاريخ هذا نعم. تاريخ الاتحاد، والآن نروح شبه صامت نعم. خلينا نوسع زاوية